الطبيب يجب أن تذهب إليه لأن البدن لا تملكه، والله أمرك ألا أن تتداووا، تداووا، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كلها آيات وأحاديث تدلك أنه يجب أن تعالج، لكن قد يعالج فلان فلا يشفى، وبنفس الدواء في نفس الداء يعالج آخر فيبرأ، لأن الذي شفاه هو الله. وعلى قدر التوحيد، أليس الأطباء يقولون إن الشفاء غالبا يكون قريبا من صاحب النفس المطمئنة الواثقة. ولذلك بعض الأطباء يقولون مات بعض المرضى لا بالمرض، إنما من الخوف من المرض، وشفي أمراض ومرضى شفوا لوجود قوة نفسية وهي قوة التوحيد، متمالك يعلم أن الذي شفى سيشفيه هو الله، وأن الداء إن طال ببدنه. ماذا نقول لمريض السكر الذي لأنه يأخذ أنسولين، يا أبا فلان تأخذ أنسولين وتأخذ مخافض وتأخذ دواء الضغط وتأخذ دواء السكر ودواء الكوليسترول وتأخذ الأدواء الأدوية ولا زلت تمشي على قدميك؟ هنيئا لك، حرك لسانك بالحمد، فإن هناك منازل في الجنان لا يصل إليها إلا المحتسبين الصابرين. يحتسبون الآلام. أتعتقد إذا نام الناس والحمى تعبت ببدنك والآلام قد سكنت عظامك أن أنينك لا يسمعها أبنائك ولا يسمعها الطبيب؟ لكن الله جل وعلا أوكل على رأسك ملك أيها المريض، فلربما أنينك إذا كان ليس ضجراً ولا جزعاً ولا اعتراضاً على قضاء الله، لربما كان يرقيك في أعالي الجنان. كان البعض من السلف يغبط بعضاً إذا ابتلوا بالأمراض، هنيئاً لك، عجل لك في الدنيا ونحن جمعها لنا. ولذلك أيها الأحباب، إذا تحدثنا عن المرض، والمرض في هذا العصر تنوعت الأدواء، أكثر ما تجد مستوصفات أهلية، مستشفيات حكومية، ملفات لكثير من الناس، أمراض حار الأطباء منها، أقراص، إبر، إلى غير ذلك. كم من أولئك ممن يدخل شاكراً ويخرج من الطبيب حامداً؟ من كم من المؤمنين من الإيمان في قلبه ما تضعضع وما تزعزع، لأنه يعلم أن الذي كتب المرض هو الذي بيده الشفاء. فأصلح علاقتك معه، أصلح علاقتك معه، وإذا كان شاء لك بهذا المرض أن يبقى في بدنك، معنى ذلك أن هناك منزلة في الجنة لك لم تصلها بعملك ولا بصلاتك ولا بطاعاتك، إنما ستصلها بالصبر على البلاء. ولذلك كان بعض السلف إذا أصيب كان مبتهج مبتسم، لما؟ قال: ألا أحب ما أحب ربي. ثم إن المؤمن المريض يعلم أن ما ليس في كون الله شيء صدفة، ما يوجد لديك مرضك بقضاء وقدر، فهل تزيله بالجزع بالضجر بالتلوم؟ والعجيب أن بعض الخلق يشتكي الله على عباده: أنا مريض تعبان، أحس بألم في مفاصلي، عيني لا أرى بها، بدني، ظهري، ركبتي، سكر، ضغط، والأمراض الأخرى، الأمراض النفسية، بي قلق، بي توتر، بي اكتئاب، بي ذهان، بي وسواس، بي رهاب، بي فصام. ويبدأ الأدواء التي لا حد لها. أمة الإسلام أمة مرحومة، ومن رحمة الله بها أن أدواءها وأمراضها عبادات ترقي أصحابها إلى الجنان، بشرط أن يحتسب المؤمن ما أصابه. حتى الهم يكفر، الغم يكفر، الشوكة تكفر. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب، حتى التعب، حتى العرق، حتى الجهد، نعم، ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.